إلينا من برلين وعبر سكايب مدير المركز العربي الأوروبي للسياسات وحقوق الإنسان ميسرة باكور. أهلا بك وصباح الخير سيد ميسرة. بداية لو أمكن أن توضح لنا أكثر ما الهدف من اجتماع اليوم وما الذي تغير في 2022 حول واقع التعذيب في السجون؟ تحية لك سيدي الكريم. أعتقد أن هذا العام الثاني على التوالي أكون معك لمناقشة هذا الموضوع الذي تخلني ذاكرتي. الهدف من الاجتماع أعتقد أنه اجتماع روتيني حتى لو عقد في هذه الفترة التي تعاني منها معظم الدول من انتهاكات حقوق الإنسان، وخاصة مع العدوان الروسي على أوكرانيا وتشريد الشعب الأوكراني ملايين المهجرين والمشردين من أوكرانيا. هي خطوة مهمة الاجتماع. حقيقة أنا حاولت أن أحصل على معلومات من جهات مقررة لكن لم يتسرب شيء إلا ما نعرفه بالضرورة وما تم عبر السنوات مناقشة، وكما جاء في التقرير مناقشة أوضاع حقوق الإنسان في العالم واتخاذ إجراءات من خلال الخبراء المتخصصين العشرة في هذا الموضوع، بالإضافة إلى ما تم في الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان في هذا الموضوع. ولكن دائما نصطدم بموضوع أن يتم اتخاذ توصيات وهذه التوصيات تخضع للسياسة. يعني تصور أن منذ أيام كانت روسيا هي أحد أعضاء مجلس حقوق الإنسان والنظام السوري هو أحد أعضاء مجلس حقوق الإنسان. هل يعني هذا الكلام؟ نعم هل يعني هذا الكلام أن هناك تأثير مباشر للأزمة الأوكرانية على واقع حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم في مختلف المناطق؟ بالتأكيد الواقع هناك تأثير إيجابي حتى. لماذا؟ لأن لو نظرنا إلى موضوع المهاجرين واللاجئين، بعض الدول التي كانت تتعامل بطريقة سيئة ومتوحشة في بعض الأحيان كما وصفت التقارير الأوروبية وليس تقاريرنا نحن، وأنا أحد الناس الذين تعلموا في المركز الأوروبي المتوسط بالتعاون مع مركز القاهرة، يعني لديهم تقارير جيدة وأنا تدربت لديهم، بالتالي أصبحت المعاملة ألطف نوعا ما، رغم أن هناك حديث عن التمييز بين بعض اللاجئين في أوكرانيا، ولكن لم نعد نسمع أن هناك مظاهرات واحتجاجات من أجل طرد اللاجئين أو المهاجرين أو تسميتهم بالمهاجرين الاقتصاديين، بل بات هناك شيء من التعاطف. حتى سأقول لك شيء لمسته خلال الأسبوع الماضي هنا في ألمانيا، أنا وجدت أن هناك تغير في المجتمع من خلال التعامل مع بعض الأشخاص، أصبح ودودين أو لطيفين أكثر. في الماضي نفس الأشخاص كانوا يعبسون يكونوا غاضبين عندما تحدث معهم أو شيء. الآن عندما أصبح هناك الكثير من الأوكرانيين في أحيائنا ومناطقنا وجدت أن هناك تغير، وأنا كباحث وأراقب كل هذه الأمور وأقوم باستطاعات الرأي، يعني لفتني هذا الموضوع خلال الأسبوع الماضي. طيب. ولكن دعني أقول شيء في الموضوع الأوروبي، مثلا تحدثنا عن أوروبا، يعني ولكن هناك بعض الأشياء الغريبة. مثلا عندما تتحدث المملكة المتحدة عن رغبتها بتهجير أو ترحيل بعض المهاجرين اللي تسميهم غير شرعيين إلى رواندا، طبعا أنا أريد أن أوضح أن أي مهاجر أو أي لاجئ يصل إلى بلد ويقوم بتقديم أوراقه لدى السلطات هو لم يعرف لاجئ طيب. غير شرعي أو مهاجر غير طيب. شرعي. حدثني أستاذ ميسرة عن كيفية عمل اللجنة الأممية فيما يتعلق بالرقابة على الدول المصادقة على الاتفاقية، خاصة في ظل توثيق مستمر لمعاملات أو أساليب التعذيب بالتحديد. أنا من خلال ما تعلمته ودرسته في من خلال أساتذة في الأورا المتوسطة ومركز القاهرة عندما كنت في القاهرة بالتعاون مع الاثنين، هناك الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان يجري في كل عام، يتم دراسة التقارير المقدمة من قبل المنظمات الحقوقية، وقد شاركنا نحن في سنوات سابقة مع عدة مراكز. طبعا هناك في منطقتنا يوجد المركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، كان عضوا ويقدم معظم المنظمات تقدم باسمي لأنه عضو استشاري في الهيئة الاستشارية أو مركز الأوروبي المتوسطة، بالتالي هم يأخذون كل هذه التقارير بالإضافة إلى تقارير حكومية من خلال الخبراء
العشرة والخبراء المتخصصين بكل هذه القضايا يقومون بدراستها بالأدلة، ومن ثم يقومون برفع توصيات إلى رئاسة المجلس، ومن ثم إلى الأمم المتحدة أو الجهات المعنية لتطبيقها. ولكن دائما تبقى حديثة الأدراج، والسياسة تلعب دورها عندما نريد أن نضغط على دولة في ملف معين. يعني مثلا عندما في الصين ما زالت تمارس كل أنواع الجرائم ضد الإنسانية، لأن الجرائم ضد الإنسانية إخضاع مجموعة سكانية لظروف معيشية بهدف إفنائهم أو قتلهم أو تهجيرهم، جرائم ضد الإنسانية. لم نسمع أي انتقادات إلا على استحياء، ولكن أمريكا منذ أيام وصفتها بجرائم ضد الإنسانية. كما أن التقرير يعني تقارير حقوقية كثيرة يعني توثق عدم تعاون السلطات الأمنية في معظم هذه الأماكن التي تحدث فيها الانتهاكات فيما يتعلق بوقف التعذيب. والسؤال هو ما الذي يمكن عمله إذن للحد من هذه الآفة أو انتشار التعذيب وسوء معاملة السجناء بشكل عام؟ يا سيدي، أنا أحد المعتقلين، ودخلت الأربع مرات المعتقلات، وأخي قتل في السجن تحت التعذيب. بالنسبة للأنظمة في بلاد العرب أوطاني، التعذيب والاختفاء القسري وضروب المعاملة القاسية هي سياسة الدولة، لأن الدول في مناطقنا العربية سواء العرب آسيا أو عرب أفريقيا تعتبر أن تستمد سلطتها وشرعيتها وقوتها وهيبتها من خلال ترهيب الناس وتخويفهم. ما الذي يمكن أن نفعله؟ الديمقراطية، لا حل في الديمقراطية. يعني اليوم نسمع عن تقارير، أنتم كقناة أمريكية نسمع عن تقارير انخفاض شعبية الرئيس الأمريكي. اليوم هناك تقرير عن انخفاض شعبية الرئيس المستشار الألماني إلى أدنى مستوى. إن لم يحدث هذه التقارير في بلادنا والرئيس يخاف من التقارير وارتفاع الشعبية وانخفاض الشعبية والفصل بين السلطات، لا يمكننا أن نتحدث عن حقوق إنسان، لأن أصلا لا يوجد فصل بين السلطات ولا يوجد في بلادنا. يوجد القائد الملهم والمفكر الأول والمعلم الأول والرياضي الأول والطبيب الأول، بالتالي لا يمكننا أن نفعل شيء إن لم يكن هناك تغيير ديمقراطي سلمي، ويعتبر الرئيس أو المسؤول أنه موظف عند الشعب. شكرا، أمواله من شكرا جزيلا لك مدير المركز العربي الأوروبي للسياسات وحقوق الإنسان الأستاذ ميسرة بكور، شكرا جزيلا لك. ننتقل